السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم لطفي من الجزائر. وفي درس اليوم سوف نقدم إضاءة لموقع رائع حقيقة، موقع أعجبني جدا، وهو موقع يمثل رادار للطائرات العالمية، رادار للطائرات العالمية، تستطيع رؤية الطائرات التي تعبر الأجواء مدينتك أو منطقتك أو أي مدينة أو منطقة على الكرة الأرضية. نذهب إلى جوجل ثم نكتب بلين فايندر، بلين فايندر، بلين فايندر، ثم ندخل مباشرة إلى الموقع بلين فايندر دوت نت. ننتظر حتى يكتمل التحميل. في الحقيقة يعتمد هذا الموقع على سرعة اتصالك بالإنترنت أولا، ثانيا على الجهاز، على قدرة الجهاز، كما نقول قدرة الجهاز معناه الرام إلى غير ذلك، الذاكرة المركزية، الوحدة المركزية، المعالج إلى غير ذلك. إذا ها هو أمامنا الرادار، أنا مثلا هنا في الجزائر أستطيع رؤية هذه الرحلة بمجرد الضغط عليها، يعطيني جميع يعطيني جميع معلومات حول الرحلة، رقم الرحلة، إيرلاينز كالأم رويال دوتش إيرلاينز وهي من الخطوط الألمانية، ريجستريشن، التيتود معناتها الارتفاع، الرحلة، سرعة الرحلة 589 ميل في الساعة، روت معناتها الانطلاق إلى الوصول من شيفول إلى جوهانسبرغ، ثم بلين نوع الطائرة، هي عبارة على طائرة بوينغ 777، انجين 2 جيت انجين معناها بوينغ لديها محركان إلى غير ذلك. وموقع رائع فعلا، نستطيع رؤية الرحلات العالمية على المباشر. مثلا سوف أرى، أريد معرفة هذه الرحلة، عفوا، أريد معرفة هذه الرحلة، هي من طيران الإمارات، إمارات إيرلاينز، وهي الآن فوق مدينة بيجاية، من دبي إلى غاية هواري بومدين إلى الجزائر العاصمة. هي عبارة على إيرباص A330، محركان، يعني هو موقع رائع فعلا ويستحق التجربة. أرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بإطلالة بسيطة على هذا الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا الجديد في القريب إن شاء الله. السلام عليكم.